عم نتعرف اليوم ولأول مرة مشاهدينا على المصنع الجديد بعالم السيارات اللي عم بيدخل على الأسواق اللبنانية ترامشي بفضل بازاجي موتورز، وجيف مراد معنا مرة جديدة ليشرح لنا أكثر عن هالمصنع الجديد. هاي جيف. هاي جوز. ترامشي اليوم بلبنان بفضلكم أكيد، يلي أكيد عم تأمنوا بقدرات هالسيارة وبصيتها الكبير بالعالم كله. ترامشي اليوم بأس يو في حلو كتير، رح نحكي عنها ونضوي عليها بشكل مفصل. أخذ كتير أوردز السيارة. صح. هلا ترامشي صنع من جي اي سي موتور، أوكي؟ كجروب جروب كتير كبير. ومن هون ترامشي صار عندها كذا أوردز. الأوردز عم نحكي من ياهو إنوفيشن فور ذا فيوتشر مثلا. فينا نحكي عن الجي دي باور مثلا. اللي هو بيعطيك الكواليتي حسب يعطيك ريبورت الكواليتي مقارنة لغير سيارات، وهي تريت نمبر 1 بالدوميستيك براندز. عم نحكي سيفتي كمان، عم نحكي ما هيك عن السيفتي، عن السي ان كاب، عن الفايف ستار سيفتي اللي هو الكراش تيست، بيشوفوا السيارة وبيحطوا مانوكان قديش الواحد بيتأذى، بتشوف انه عندها فايف ستار والهايست بكل تيرازاتها كمان، مش بس بالتيرازات الصانع الوحيد اللي عنده فايف ستارز بكل تيرازاتها. نعم. كمان ان انتو الاوفيشال كار سبونسر لمؤتمر مهم صار ببيروت بين رجال اعمال صينيين ورجال اعمال لبنانيين، عدد كبير من رجال الاعمال كانوا مشاركين فيه. وبعرف انا شفتها معك سياره من كم شهر، كيف تصار هالشيء ولا يعني عملها تيست درايف انت؟ يعني بتعرف نحن كبازرجي ولا مره بنجيب سياره غير ما نكون أكيدين إنه لسوقنا عطرقاتنا بتعرف عنا هالجبل وهالمناخ غير. نعم. شكل عنا بلبنان تكون 100% سوتبل لحتى يكون. اختبرت أنت لفترة وشفت إنها فعلا مناسبة لكل طرقات لبنان. مزبوط. بس كمان مش. نعم. بس هيك اختبرت هالسيارة مثل ما حكينا كمان عن اليورو إيجيا تور، دونك سيارة انطلقت من الصين وراحت على روسيا، روسيا رجعت نزلت كمان لتوصل على جرماني وكمان على بريز. 18000 كيلومتر على كل شيء في مناخات، يكون من الديزير. نعم. للايس لكل شيء، تحت اختبرت السياره ونحن موثوقين فيها ومبسوطين نطلقها كمان عبر اوتوفوكس. عبر اوتوفوكس. بدنا نشوف فيديو انا وياك والمشاهدين على كل حال عن المصنع والسورس تبع السياره كيف تتصنع وغيرها بهالطريقه. Guangzhou Automobile Group Motor Company Limited has a plant area of 1,180,000 square meters, which houses an engine plant and a vehicle plant, covering the four major processes of stamping, welding, coating, and assembly. GAC Motor takes full advantage of European, American, Japanese, Korean, and other international mainstream supply chain systems and utilizes spare parts from the world's top 10 parts suppliers, ensuring that its products keep pace with the global market from the very start. The winning of numerous prestigious awards and honors, including CCTV Brand of the Year, the Shuanyuan Award, topping Chinese auto brands on JD Power's China Initial Quality Study Report, and five-star safety certification for whole series cars, all attest to GAC Motor's ongoing efforts to leverage its lead as the number one Chinese auto brand, with superior quality as its cornerstone, while realizing the Chinese dream of building the country into a major auto manufacturing powerhouse. With great wisdom and relentless efforts, GAC Motors industrial bases integrate auto R&D, manufacturing, parts production, logistics support, public service facilities, cultural experience, and industrial tourism into one entity, while developing itself into an outstanding world-class enterprise in which the public can trust. GAC Motor builds the world's vehicle. من بعد هالفيديو الحلو كتير عن الترامشي عم نشوف نرجع على المقصورة الداخلية للسيارة. جيف كمان من جوا مشغولة بطريقة كتير حلوة. أكيد مثل ما عم نشوف عن الستيرينج ويل، كل شيء it's a multifunctional steering wheel، كل شيء مبين بقلبه، فيك تعمل عندك كروز كنترول، بلوتوث، كل شيء موجود بقلب الديركسيون. عندنا نظام ESP كمان بالسيارة. مزبوط. كستابيليتي كسيفتي ميجرمنتس مثل ما حكينا الفايف ستارز، عندك كمان كاكتف سيفتي، عندك الـ ESP اللي هو بوش جيرمان ESP. للترانسميشن عندنا اوتوماتيك ترانسميشن فيها كذا مود. وهي جابانيز كمان. مزبوط، هي جابانيز ميد باي ايزن. So عنا automatic transmission مع كذا مود، drive sport وحتى winter. نعم. كمان مود موجود بقلبه. مثل ما عم نشوف SUV واسع جدا،
وتعتبر سيارة عائلية، سيارة لطلاب الجامعات، حتى للبزنس مانين اللي بينزلوا على بيروت كل يوم بعجلة السير، بحجمها وبمواصفاتها وبالمحرك الحلو اللي قالها 2.0 مناسبة جدا لهالشيء. واللي عم برجع اشوف السيارة هلا دغري بده يتذكر ترانسفورمرز، يعني شفناها السيارة. انا حاضر كل السيريز سبع ترانسفورمرز، وهلا بس شفتها رجعت تذكرت انه ترامشي شفتها بالموفي بالترانسفورمرز 4 باخر واحد، صح كانت بينيت، وبتشوف حتى كيف تتحول لغوبو وكل شيء بقلب الفيلم. بتتحول هلا اذا معنا السيارة هون رح تتحول يعني ولا كيف؟ لازم نبعد عنها. فيها كبسة، فيها كبسة. فيها كبسة. بس نخلص حلقة أولها بس. شكرا جاف على كل حال على كل هالإنفوز. السيارة فيها كفالة أكيد على 3 سنين أو 8000 كيلومتر، وتست درايف موجود بالشوروم. مظبوط بالشوروم بنهب الموت، والألوان كلها موجودة. ومن هون كمان بنحب الناس كلهم يعملوا لنا فولو على انستغرام على هاشتاغ ترامشي لبنان. نعم. وتحتى يقدروا يشوفوا كمان أكثر المعمل، المليون و180 ألف متر مربع معمل، وحتى كيف كل شيء روبوتيزي. كل شيء فيه روبوت لحتى تو مينيمايز كل شيء ايرورز وسيفتي. ثانك يو مره جديده مشاهدينا مع الصور الاخيره على النيو ترامشي الترامشي اللي عم تشوفها اليوم بالاسواق اللبنانيه. موصل لختام حلقتنا mtv.com.lb لترجعوا تحضروها للحلقه اذا ما قدرتوا تتابعوها، وتابعونا دائما كل يوم باوتوفوكس. الى اللقاء.